السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم عمرو وسام من قناه تي بي اس. معلش يا شباب على القطعه، الثلاثاء والاربعاء كان عندي اختبارات فما قدرت اصور حلقه. الشغله الثانيه اللي بقولها شباب، طبعا راح اقطع هذا الاسبوع لان عندي احد اثنين ربوع اختبارات. ان شاء الله ان شاء الله اذا قدرت يوم الاثنين باذن الله او يوم الثلاثاء راح تنزل لكم حلقه غير هذه. طبعا ان شاء الله اذا ما قدرت باذن الله الويكند الجاي يعني خميس جمعة تقريبا راح تكون نازلة الحلقة، ونبغى دعواتكم، نبغى دعواتكم في الاختبارات. والله يعني اعتبركم مثل اخواني، والله اخواني واعز يعني، فلازم الواحد يشكي لاخوانه. عرفت كيف؟ ايش فيني انا؟ ايش اللي يشكي لاخوانه؟ ايش السالفة ذي؟ طبعا يا شباب انا راح اكتب في الكومنت تحت اللعبة اللي تبوني العبها في الكومنت حقي، ادخلوا عليه واضغطوا رد عشان تردون على الكومنت حقي، ايش اللعبة اللي تبوني العبها الحلقة الجاية باذن الله تعالى. فأتمنى من الجميع يتفاعل معاي ويكتب لي في الكومنت. اليوم جايب لعبة مانيجيا، راح نكمل الشابتر الثالث من هالخنزير الله شكله، استغفر الله العظيم. فخلونا نشوف ايش راح يصير في اللعبة. بس قبل ما ندخل لا تنسى تجيب لك شغلة تنقنق عليها، تلبس سماعاتك وتحط اللايك وادخل معي الجو. خلونا ندخل مع بعض. بسم الله. احنا وصلنا هنا. طبعا ما ادري وش السالفة، انا نسيت اصلا زمان ما صورت مانيجيا، يمكن لي اسبوع. فخلونا ندخل على الشابتر الجديد اللي هو اعتقد شابتر 6 او شابتر 7. خلونا ندخل. ايش هي يا ماما؟ ايوه ارجع. ايوه يلا بسم الله. مو احنا كنا على الجهة الثانية؟ اوكي كل تبن اتاتشي. طبعا يا اخواني اللي يسألني ليه صوتي كذا مزكم، تعرفون حالات تغيير الطقس والنغمة مطمئن. ان شاء الله ما يطلع ذاك الخنزير مرة ثانية. الله يعشك، الله يعشكنا. ايزي. ها انا لسه قاعد اقول ان شاء الله ما يطلع خوينا، طلع قدامي اقول لك، يقول لي سلام عليكم كيف حالك. سري انت اصلا لما تقفل التلفون تبقس امه ليش؟ مو حرام عليك؟ مو فلوس هذه دافعها؟ عيب عليك يا اخي، عيب. طيب اوكي قلت ابن انتو العيب، وامش لان بتتبقس على عينك من ذاك الخنزير. مزيكا يا بعد عمري، روح. اكتشفنا يا حبيبي. اوكي نظام، تحط الفحمة وتشعل النار. الله اكبر ولله الحمد. قلبي. الله 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 يا حبيبي، ستاند مايك ذا ما صار. طب هنا ولا هنا؟ طب حطها هنا خلاص. وين راح؟ طيبة قلبك. وراح المحلول. برجع اسويها يا ليل. اكل تبن بس. سري انت معه. اعتقد ان لازم نسوي شيء فيها، نرجع فيها فوق. ما ادري والله. ام الشلخ. يا الله الشلخة. اها. اقسم بالله
هل هو خباء مني ولا سماجة منهم؟ What? يا قلبي يلا ما دراي كلين ذا ما صار الله يا وصخ بس يا تسونامي اوكي يا ليل اليابان اليابان ما شاء الله بعدين كم مرة نزلنا خلاص روح 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 اوكي اوكي اعتقد اني راح اوقف هنا ما شاء الله ما ادري كم شابتر ختمت 3 ولا 2 ما ادري لكن هذا اللي كان عندي اتمنى لا تقصرون معاي لايك سبسكرايب شير طبعا يا اخوان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما تطول القطعه يعني باذن الله راح انزلكم اول باول لكن ابي حماس حياهم الله المشتركين الجدد في القناه اتمنى حلقاتي تعجبكم اللي ما تعجب حلقاتي اتمنى يكتب لي في الكومنتات يقول لي ايش لازم اسوي وان شاء الله راح اعدل ان شاء الله راح اعدل في القناه باذن الله مع بعض نرتفع مع بعض ونرتفع بالوجيه الطيبه اخواني وحبايبي زي ما قلت لكم في الكومنت راح اكتب ايش اللعبه اللي تبونها واتمنى على الكومنت نفسه تردون عشان انا اعرف مين متفاعل معي ومين لا اتمنى من الجميع انه يتفاعل معي ويقول لي اللعبه اللي في خاطره جد لا تسلك لي قول لي اللعبه اللي في خاطرك انا راح العبها انا كثير شايف فورتنايت ما شاء الله ناس ينزلون ان شاء الله راح انزل مع اخويا مقاطع وراح انزل لحالي عن فورتنايت مقاطع لحالي ما عليكم ان شاء الله انا جاي بالمقاطع لا تنسوا اللايك سبسكرايب الشير كان معاكم عمرو وسام من قناه تي بي اس بيس بيس